المراد بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هذه الآية فيها الأمر بأن يتحدث الإنسان بما أنعم الله تعالى به عليه. قال وأما بنعمة ربك، نعمة ربك أي ما أنعم به عليك، فهو شامل لكل نعمة. والنعم التي يسوقها الله عز وجل للخلق نوعان، نعم دينية ونعم دنيوية، وكلاهما أمر الله عز وجل بحديث عنها، وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث المقصود به هنا ليس الإخبار بالنعمة مجردا، بل التحديث الذي يتضمن الشكر لله عز وجل والإقرار بفضله ونسبة النعمة إليه. فالنعمة تقر بها شكرها، يتحقق بأمور، يتحقق بإقرار القلب بأنها من الله عز وجل فيضيفها إليه، وإذا قال وأما بنعمة ربك فأقر بأنه هو الذي تفضل عليك. كل نعمة تتقلب فيها في نفسك أو في أهلك أو في مالك في دينك أو في دنياك إنما هي فضل الله عز وجل، فأقر واملأ قلبك يقينا بأنها منه جل وعلا، تفضل بها عليك دون استحقاق منك، بل هو الذي تفضل وأكرم ومن وأعطى جل في علاه. الثاني أن يشتغل اللسان بذكر الله عز وجل، فالحديث بنعمة الله يتضمن شكر نعمة الله عز وجل باللسان، كما قال الشاعر فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالتكلم بالنعمة شكرا لله، نحمد الله على ما من، نحمد الله على ما يسر، نحمد الله على ما رزق، نحمد الله على ما أعطى، له الفضل في كل ما أنعم به علي، أنعم علي بكذا، وذكر بعض النعم هو مما يحدث به الإنسان بنعمة الله. فالتحدث بنعمة الله إما أن يكون على وجه الإجمال بالتحدث بنعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله، وإما على وجه التفصيل بذكر نعمة بعينها، من غنى بعد فقر، من هداية بعد ضلال، من قضاء حاجة بعد إحفاء وافتقار. وأما النوع الثالث من أنواع الشكر للنعم فهو أن يظهر أثر نعمة الله تعالى على العبد، أولا بأن يستعملها في طاعة الله عز وجل، وثانيا بأن يبدو ما يكون من نعمة الله إذا كان في أمر لباس أو في أمر الدنيا في لباسه أو في مظهره، فإنها الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته عليه. هذه الأمور الثلاثة كلها يظهر بها شكر نعم الله عز وجل، وقوله وأما بنعمة ربك فحدث أي فاشكره وتحدث بنعمة الله عليك. لكن ينبغي أن يفهم الأمر على وجهه، وأنه ليس حديث بطر وأشر وفخر وعلو على الخلق، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخبر بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، ماذا قال؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال ولا فخر، يعني لا أقول افتخارا وطلبا للعلو، إنما ثناء على الله وشكر له على ما أنعم به علي، وتحدث بنعمة الله وإخبار بما أمره الله تعالى أن يخبر به مما خصه به وفضله على العالمين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رزقك الله تعالى شيئا من نعمه فتحدثت بذلك وأخبرت غيرك بهذه النعم، فأبشر فإنك قد فعلت ما أمرك الله تعالى به، سواء كان ذلك بذكر النعمة على وجه التخصيص بذكر خصوص النعمة، من الله عليه بالولد، من الله عليه بالعلم، من الله عليه بحفظ الكتاب الفلاني، من الله عليه بالنجاح في العمل الفلاني، من الله عليه بالربح في التجارة الفلانية، من الله عليه بالزوجة الصالحة، من الله عليه، هذا من التحدث بنعمة الله وهو شكر لله عز وجل، بخلاف ذاك الذي يعجب بنفسه ويتكلم بنعمة بالنعم على وجه الافتخار، فهذا ليس من التحدث بنعمة الله، هذا بل هذا من بطر نعمة الله عز وجل.